في مؤتمر صحفي مشترك مع سكرتير عام تجمع الكوميسا، أعلنت وزيرة التجارة والصناعة ترتيبات استضافة مصر لقمة الكوميسا 21 بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستشهد تسلم مصر رئاسة التجمع في حضور عدد كبير من ممثلي الدول الإفريقية، إلى جانب عدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية. هذه القمة سيتم عقدها تحت شعار تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي، والذي يهدف إلى تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتعزيز قدرة الدول الأعضاء بالكوميسا على الصمود لمواجهة الآثار والتداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19. الهدف من القمة هو تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي يواجه 21 دولة، وكيف يمكننا تعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع للصمود ومواجهة التداعيات السلبية معا. وأعدت مصر خططا طموحة وواضحة بمعدلات إنجاز سريعة لتنمية التجارة البينية بين الدول الكوميسا، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي، وذلك خلال فترة ترأسها للتجمع، والذي يعد سوقا مشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي، خاصة وأن مصر تعد إحدى أهم القوى الاقتصادية بالتجمع، حيث ساهمت بالنصيب الأكبر في حجم التجارة البينية للتجمع خلال عام 2020 بإجمالي 2.7 مليار دولار. في حديثي الثنائي مع السيدة سكرتيرة عام الكوميسا، هي نفسها يعني طموحها عالي خلال هذا العام فيما يتم إنجازه، وخاصة في ضوء تولي فخامة الرئيس، لأن هي نفسها بتقول لي أنا سعيدة أن فخامة الرئيس، لأنه قيادة قوية، وأن هم بيشهدوا اللي بيحصل على أرض مصر، فطبعا هم طموح عندهم أن هو ما تم أن هو يتم في خلال تولينا لهذا العام، بما ينعكس بالإجابة على تطور العلاقات التجارية والتجارة البينية. تتطلع الحكومة المصرية إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من خلال ترأس مصر لتجمع الكوميسا عن طريق تحقيق استراتيجيات الدولة المصرية نحو القارة الإفريقية وتسهيل التبادل التجاري بين دول القارة، بما يعود بالنفع على مصر ودول القارة كافة. من مصر، عمرو موسى.